اهلا بيكم معانا مره تانية في الفاست ريفيو بتاعه الشست راديولوجي. خلصنا مجموعه اجزاء في الشست اللي هي التراكيه، ودخلنا على اللونج تيشو البلورا كوستوفرينيك انجل، وداخلين دلوقتي على الديافراجم، لان زي ما اتفقنا مع بعضينا ان احنا لازم نبص بطريقه سيستماتيك ابروتش. خلصنا اللي فاتوا دول كلهم، وايه داخلين دلوقتي على الايه الديافراجم. بعد ما ايه ما شفنا التراكيه واللنج والبلورا والكوستوفرينيك انجل، داخلين اهو دلوقتي ايه على الديافراجم. الديافراجم لما نبص عليه في مجموعه حاجات ايه بتستوقفنا ولازم نفكر فيها. نشوف النورمال ديافراجم شكله ايه. ها هو نورمال، اهو حاجه يعني ايه الدوم بتاعته اهي، الكيرف الدهيت كاه بالمنظر ده. اللاين بتاعه واضح وفيري كلير. تحته هنا هو الليفت هيمي ديافراجم، في شويه اير، ممكن تبقى الجاستريك اير بابل او الكولون، في شويه جاز وبيبقى ميكسد، ما هوش جيت بلاك لانه تحت وقدام في الانتستاينال وول، وزائد ان هو بيبقى ميكسد مع الفود ريمينانس، فايه ممكن تلاقيها هنا هو ايه، هنا هي واضحه الجاستريك اير بابل تحت الليفت. الرايت هنا هو مش المفروض يبقى فيه اير خالص ولا اي سواد، لو لقيت سواد تبقى مصيبه سوده، تبقى في اير اندر ذا ديافراجم، اندر ذا ديافراجم واحتمال بيرفوريشن اوف ذا جات. فبنبص على النورمال ايه ديافراجم الواضح ده، هو شفنا الجاستريك اير بابل. هل ديفايند ولا ايه الديفايند؟ يعني احنا اتفقنا اهو اللاين بتاعه بينطق هنا، لكن لو تفتكروا لو في لور لوب كولابس ممكن يخليه ايه الديفايند ديافراجم في الحته دي. هل في فري اير تحت ولا لا؟ اتفقنا لو فري اير تبقى دينجرس ساين. البوزيشن بتاعه عامل ازاي؟ هل هو كيرفد وجميل كده بالمنظر ده، ولا متبطط ونازل لتحت عشان في لانج ايه امفيزيما زقه ايه الديافراجم ايه مبططاه شويه ايه لتحت، ما هوش الكيرف الايه الجميل ده هوت. هل اليفيتد يا ترى؟ في ديافراجماتيك باراليسيز والديافراجم ايه اليفيتد لفوق، وده احتمال. هل في يا ترى تيومر طالع منه زي شوانوما؟ يعني هو في حاله هنا اهوت، بس ايه في تيومر ايه طالع منه، هنشوف ايه هنفرق ايه ازاي. يبقى انا عندي، انا لما ببص على الديافراجم ببص النورمال ولا شكله ايه، الجاستريك اير بابل بنتعلمها كويس، هنشوفه ديفايند ويل ديفايند ولا ايل ديفايند نتيجه لور لوب كونسوليديشن مثلا ها في احد اللنجز. الفري اير تحت الديافراج موجود ولا لا؟ هل هو الدوم بتاعته الكيرف بتاعها سليم ولا مبططه لتحت نتيجه انفيزيما واللنج مليانه مور اير زقها الالفيلاي ديستندد وزق اللنج فوليوم الكبير زائد ديافراج شويه مبططه لتحت؟ هل هو اليفيتد قوي نتيجه ديافراجماتيك باراليسيز واصل لنص الهارت نوت بدل ما يبقى تحت هنا هو كده؟ هل هو اليفيتد وواصل لفوق؟ وهل في تيومر طالع منه ايه ولا لا؟ كل دي حاجات بنبص عليها، ومنها اول حاجه النورمال دايفراج، ما اعتقد لاينز ايه بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه ايه رسم مرسوم، رسم يعني زي ما بيقولوا مرسوم لاين كده ايه بينطق اهو ويل ديفايند، الدوم بتاعته بتنطق حاجه جميله، البوزيشن بتاعه تحت الليفل بتاع الايه الهارت اهو رائع يعني. عندي الصورة اللي بعدها اهي بنشوف الجاستريك اير بابل ايه تحت الايه الليفت دايفراجم، برضه دايفراجم اللاين بتاعه واضح هنا اهوت، البوزيشن بتاعه اهو تحت هنا اهوت، وفي نفس الليفل بتاع الناحية التانية في جاستريك ايه اير بابل هنا اهوت كده اهوت ايه تحت الايه الليفت بتاعت الاستومك ها اللي بيبقى، ودي بتختلف حجمها على حسب العيان واكل ولا واكل قد ايه ها. كل ده بتأثر في حجم الجاستريك ايه اير ايه بابل اللي هي دهيت. فلو ده اكل كتير قوي مثلا هتبص تلاقي صغيره الجاستريك اير بابل، لو اكل قليل نسبتها بتبقى اعلى وهكذا. فشفنا النورمال وشفنا النورمال اهي جاستريك اير بابل مثلا في دي مثلا كانت صغيره شايفينها ازاي، لكن لما جينا على دي لانها كبيره شويه، وزي ما قلنا بتختلف على حسب كميه الاكل ايه اللي واكله ايه العيان وقت الايه اللي عملنا الاكس راي اللي موجود يعني في الاستومك. الصوره دي هنا اهوت اللنج هنا اهوت حجمها فوليومينس قوي وزق الدايفراج من تحت، فما تلاقيش الايه الدوم الكيرف الجميل ده اهوت شايفينه عامل ازاي، هتلاقيه هنا اهوت الدايفراج ايه مبطط شويه في الحته دي كده اهوت، كانه ايه حاجه زقاه ايه لتحت، فده لو فلات دايفراج برضو هنا مبطط كده اهوت، قارنوه بالناحيه دهيت هنا اهوت الدايفراج ده
هتلاقي ايه ان اللي على الليفت دهوت ها متبطط ونازل ايه لتحت كومبيرد للايه للصوره اللي على الرايت سايد. ها الديافراجم اهو ايه واضح ان هو الكيرف بتاعه ايه بينطق هنا متبطط لتحت شويه نتيجه الايه اللانج كبيره في حاله ايه امفيزيما. دي كانت حاله امفيزيما وعامله له ايه فلاتند شويه ايه ديافراجم، ما بيبقاش يعني لاين كده بس بيبقى متبطط لتحت ايه فلاتند زي، والهارت ايه بدل ما هو ايه كده هو بالشكل ده كده هتلاقيه مسحوب لتحت مشدود لتحت الليجامنتس بتاعته ومطول كده هو فده شكل برضو ايه كاركترستيك للهارت، هو ايه مسحوب لتحت بمعنى اللو فلات ايه دايفراجم ايه ده هو. يبقى دي كانت حالة ايه امفيزيما وزق الدايفراجم لتحت وقارنوا لي الدايفراجم في الحتة دي وقارنوه في الحته دي وانتوا ايه تحسوا ايه الفارق ازاي هو اتبطط ايه ونزل ايه شويه لتحت نتيجه الامفيزيما. شفنا احنا الصوره اللي دي بنتكلم عنها دي الديافراجم، لو تاخدوا بالكم في الناحيه دي زي الفل وتحت الجاستريك اير بابل وتحت ليفل الاستومك، لكن في الناحيه دي شايفينه اليفيتد ازاي واللاين بتاعه بينطق برضه واصل للميدل بتاع الهار. دي كان حاله ديافراجماتيك ايه باراليسيس في الناحيه دي، فحصل اليفيشن ايه للديافراجم، وزي ما احنا شايفين مفيش تحته اير برضه، يعني هو اليفيتد لكن مفيش بيرفوريشن للجت، مفيش هنا اكيوميليشن لاير اندرنيث ات. فالصوره ده هي الحقيقه صوره بتنطق ان الرايت ايه هيمي دايفراجم اهو اليفيتد كومبيرد ايه، بصوا على الليفت ايه وشوفوه هتحسوا ايه الليفل بعد ما كان تحت كده الدايفراجم ايه بدا ايه يعلى ايه لفوق. ويمكن انا الـ 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 الصوره دي تخليني ايه ارجع ابص على النورمال هنا اهوت واشوف الاليفيتد عامل ازاي، النورمال اهو والاليفيتد عشان ما يبقاش في مجال للايه للخطأ. ها الاليفيتد دايفراجم ده برضو بيحضرني ان انا ممكن ايه افق، لو تاخدوا بالكم منه انا هرجع له تاني هتلاقيه الكيرف بتاعه زي الايه الفل كده حاجه جميله جدا، لكن لما نيجي ناخد الصوره اللي بعدها هنلاقي لا ده مفيش لاين كويس للدايفراجم، في شادو غريب كده اهوت، فدي شكلها في لانج كونسوليديشن في الحته دي او انفكشن نيومونيا. ولو تلاحظوا ايه الديفايند لاين بتاع الايه الدايفراجم ما هوش واضح، ها يعني كومبيرد لللاين بتاع الدايفراجم اللي بيبقى واضح هنا اللي ايه الدايفراجم في الناحيه دي ايه الديفايند دايفراجم نتيجة ايه لور لوب نيمونيا، لو تفتكروا ايه الديفايند ايه دايفراجم، والمنظر اللي فوق ده مش منظر ايه دايفراجم، ده ايه حالة ايه انفكشن وكونسوليديشن. ها ولو قارناها بالصورة اللي كانت قبلها لو تفتكروها الاليفيتد ايه دايفراجم كان اللاين بتاعه لسه محتفظ بيه وزي الفل جميل، هنا لا ده هنا الريجولار شيب كده اهوت فوق ده في حاله انفكشن في المنطقه دي كونسوليديشن مع الاعراض طبعا بتقول لك، والديافراجماتيك شادو ان كلير يعني هنا اهوت كلير في الناحيه دي، هنا دي مش كلير الناحيه الرايت ديت ما هياش كلير نتيجه لور لوب ايه نيومونيا او كونسوليديشن، وارجعوا للاوباسيتي في اللنج وشوفوا الحته دي مشروحه ازاي، اللور لوب نيمونيا او كونسوليديشن هيخلي الدايفراجماتيك شادو مش واضح، اللاين مش هتلاقيه بوضوح بالوضع ايه الطبيعي، شايفين الوضع الطبيعي اللاين عامل ازاي بتاع الدايفراجم، هنا ايه هبص بصه كده مش مفيش لاين للدايفراجم، حاجه فيك تماما، ببص لها بصه ثانيه ايه اللاين اهو بينطق بتاع الدايفراجم اهو هنا هو تحت ايه مفيش انا مش شايف اي ايه لاين في مكان ايه الدايفراجم. ايه الديفايند دايفراجم مع لور لوب نيمونيا؟ الحاله دهيت سوري معذره، الحاله دي هنا دي النورمال تاني، ليه انا بجيب النورمال؟ عشان اقارنها بالابنورمال، يعني انا جايب هنا النورمال ليه؟ عشان اوريكم السهم ده رايح تحت الدايفراجم، ادي الدايفراجم على الرايت سايد مفيش اير تحت ولا اي حاجه، بصوا على الحته دي كله بقى ايه بياض اهو، بياض عادي جدا اللي هو ايه التيشوز العاديه الليفر في المنطقه دي وكده، لكن لو حصل بيرفوريشن في الجات بيحصل اكيوميليشن اوف اير اندر دي رايت دايفراجم هنا، وتلاقي تحت الدايفراجم ايه اهو الحته السوداء دي في اير تحت الدايفراجم،
دي خطيرة جدا، دي بتاعت ايه؟ بتاعت بيرفوريشن في الجات، كانت هنا حالة بيرفوريتد ديودينا الايه ألسر. فأنا بحب أجيب الايه المقارنات عشان تبان. رجعنا للنورمال تاني وشفنا الرايت دايفراج مفيش تحته اير، اللاين بتاعه زي الفل آخر حلاوة، مفيش تحته اير، هنا اللاين زي الفل وكل حاجة، أهو الدايفراج ما هو دي اللاين ايه بتاعه، ولكن تحته فيه ايه؟ سواد. المفروض يبقى ايه تحته زي ما اتفقنا ايه؟ ها بياض كده اهوت، ها هنا اهوت، لا هنا اهوت في ايه؟ سواد هنا اهوت في المنطقه ده، هي تحت الدايفراجم دي نتيجه بيرفوريشن في الايه؟ في الجات. هنا اهوت الدايفراجم ده لو اخدناها الصوره دي يمكن قبل كده لو حد يفتكرها، كان الدايفراجم اليفيتد اهو، وتحت اهو الجاستريك ايه؟ اير بابل، والدليل انه او اليفيت انه واصل لنص القلب، هو المفروض كان يبقى ايه هنا اهوت. واللي يؤكد لي ان ده الدايفراجم ان الجاستريك اير بابل طالعه هي كمان لفوق، ما هي بتبقى تحته. الرايت دايفراجم في موقعه تحت على البيزل زي الفل، ما فيش مشاكل خالص، ما طلعش ولا غيره، هنا اهوت زي تحت، هنا اهوت موقعه تمام. لكن الليفت هيمي دايفراجم واضح ان هو ايه اليفيتد، وعرفنا منين كمان غير ان هو شكله دايفراجم ان الجاستريك اير بابل موجوده، معناها ايه؟ ان فعلا ده الدايفراجم وطالع على بعضه بالجاستريك اير بابل، واصلين ايه لنص القلب بدل ما كانوا المفروض يبقوا ايه في الليفل ايه تحت ايه هنا هو الجاستريك بابل والدايفراجماتيك شادو المفروض كان يبقى هنا. فده اليفيشن في الدايفراجم نتيجه باراليسز اللي قلنا سببه كان تيومر ماس كبيره ايه ضغطه على الرايت الليفت فرينك نيرف، وفعصه تراكيه الماس ده هيت ايه للناحيه ايه الثانيه زقاها الى هذه الناحيه زي ايه ما شفنا. فبصوا لي على الماس ده هيت اهي واصله هنا اهوت لحد هنا الماس اهي، والتراكيه ها مزقوقه بيها هنا اهوت التراكيه، التراكيه مزقوقه ايه الناحيه دي بالماس اللي عامله باراليسز للليفت ايه فرينك نيرف، فقام الايه الديافراجماتيك باراليسيس بان بالشكل ده اليفيشن للايه للليفت ايه هيمي ديافراجم. ممكن نلاقي الاليفيشن ده بشكل اخر، نلاقي حاجه كبيره كده، بس واحد يقول لي دي مش اليفيشن، اقول له صح دي مش اليفيشن، دي تيومر طالع من الديافراجم اسمه شوانوما، هي حاجه نادره ما بتطلع اسمها شوانوما، بتطلع من الديافراجم، اخدتوها في الباثولوجي في سنه ايه ثالثه، ما اعرفش بقى بتاخدوها في سنه ايه دلوقتي، بس هي ثالثه المفروض الباثولوجي. هنا هوت الشوانوما دي تفرقها ازاي عن اللي قبلها؟ يعني انا دلوقتي في حاجه طالعه هنا، الفرق كبير جدا. لو تبصوا في اللي قبلها دي الجاستريك اير بابل طالعه معاها كمان، فده دايفراجم باراليسيس وبارالايز طالع، والاستومك كمان هي داخله بالجاستريك اير بابل. لكن لو تشوفوا الشوانوما تيومر طالع الدايفراجم في حاله هنا هو تحت، وتيومر طالع من فوقه كده اهوت، والجاستريك اير بابل في موقعها تحت، هو ده الفارق ايه الكبير، ان الجاستريك اير بابل لم تزل تحت في موقعها، ما طلعتش هي كمان، يبقى دي مش دايفراجماتيك باراليسيز ايه مطلع لي كل حاجه ايه لفوق كده اهوت، والجاستريك اير بابل طالعه كمان لنص ايه القلب، لا ده دي تيومر طالع من الدايفراجم اهو كبير كده اهوت، والدايفراجم المفروض بس مش باين اهو، لكن تحت الايه الجاستريك اير بابل لسه في موقعها ما طلعتش، يبقى ده مش باراليسيس دايفراجم، ده تيومر طالع من الدايفراجم. وحبيت احط الثلاثه جنب بعض للتوضيح، دي النورمال ايه جاستريك اير بابل تحت الليفل اهو، ادي ادي اللور بارت اهو كده اهوت، وادي الجاستريك ايه اير بابل اهي، والكولون الجاز اللي موجود او الاير اللي موجود ايه في الابدومن. لو حصل دايفراجماتيك باراليسيس الاير اهو اهو بقى الدايره ديت الجاستريك اير بابل طالعه هي كمان داخله في الشيست ها. لكن لو حصل شوانوما في الدايفراجم هنا اهوت اهي الكبيره دي، الجاستريك اير بابل لسه ايه في موقعها ايه اللي تحت ده اهوت، زيها زي ايه الاولانيه دي نفس الليفل. فالتيومر طالع ايه من فوق الايه من الدايفراجم طالع على فوق، لكن مش الدايفراجم نفسه اللي اليفيتد، اذروايز كنا هنلاقي الجاستريك اير بابل ايه اليفيتد زي دي. فانا ببص عليها تاني، دي النورمال وادي الجاستريك اير بابل تحت ايه الليفل بتاع البيس بتاع الهارت اهو، او يعني الراديولوجيكال وان هنا اقصد. الاليفيتد دايفراجم نتيجه باراليسيس ها، وده معاه الجاستريك اير بابل داخله كده اهوت مع عاليه كمان هي معاه، لكن اليفيتد او الشادو بتاعه كده نتيجه شوانوما
طالعه منه، لكن هو مش بارالايز، هو في موقعه وشغال، وبالتالي الجاستريك اير بابل ايه تحت في موقعها، ما طلعتش ايه لفوق للليفل ايه بتاع ايه التانية ده، هي لسه ايه في موقعها تحت. فدي شوانوما ايه في الايه في الدايفراجم. بصه سريعه عليها كده، ها اللي على الشمال دي كانت النورمال، ها اللي في النص دي حاله ايه دايفراجماتيك باراليسيس معليه كله، ده هي الجاستريك اير بابل في موقعها ها تحت بس في ماس فوق، فدي شوانوما من الدايفراجم، حاجه نادره بس الكومباريزون من اجمل ايه ما يمكن، سواء كانت النورمال او دايفراجماتيك باراليسيس او الايه شوانوما في الدايفراجم. وبكده بنبقى خلصنا حاجات اسس الدايفراجم، شفنا النورمال شكله ايه، شفنا لو فلاتند ومبطط في الانفيزيما، شفنا اليفيتد في الباراليسيس، شفنا الشوانوما ونفرق ازاي الاليفيتد بالباراليسيس ده الجاستريك اير بابل تبقى عاليه معاه، لكن الشوانوما اللي طالعه منه وهو في موقعه بيبقى تحت لسه الجاستريك اير بابل. كل دي حاجات ايه خدناها، شفنا ايه الديفاين دايفراجم نتيجه ايه لور لوب ايه كونسوليديشن او انفكشن، كل دي حاجات بصينا عليها ايه في الديافراجم. وكده خلصنا الستيب نمبر 5 في الايفالويشن بتاع الشيست اكس راي في الرابيد ريفيو او الفاست ريفيو، وهننقل باذن الله على الجايه اللي هي الايه الهايلم وراء الشيست وول باذن الله، ونكون خلصنا الريفيو دي او الريفيجن بتاعت الحته دي.